عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى مع ميكرو لالا بلوس. مرة أخرى خرجنا الشوارع المغربية نسولو الشباب المغاربة واش يقبلوا يتزوجوا بمرأة تكون كتخلص حسن منهم، يعني الصالح ديالها على مصالح ديالو. نشوفوا الأجوبة ديالهم. خويا بصراحة بصراحة واش تقدر تزوج شي مرأة كتخلص أكثر منك؟ لا. علاش؟ عاد تسيطر عليا، هو يخدم في الدار، هو يخدم ومرأة تبقى في الدار. دوك ما تخدمش كاع؟ تفافع تجي على زلافه. مزيان الا كنت كتخلص مزيان وتعاون معاه. غتخلي فلوسها عندها، عاد تسيطر عليا. اللهم بلاش نخدم عليها. بلاش. هي تبقى في الدار. شكون محكمة فيك؟ غتحكم فينا بزاف وتقول لك انا خدامة عليك وتقول لك تماك الهضرة. ودابا الا كنتي كتخلص مزيان وتعاون معاك وتوقف معاك مال ما فيها حتى شي عيب. قول لها اللي توقف معاك وداك الشيء اللي غتولي ديما تبان عليك تقول لك لا انا خدامة وداك بزاف تويش. الحمد لله لقينا مغربي قال ايه ايه تجوج كتخلص حسن منك. ايه تجوج بها. ما عندكش مشكل ديال تقول لك لا انا كنتخلص حسن منك ولا تبدا تحكم فيك؟ ماشي مشكل. مش كنخاف انا ما عمري نفكر بان مرات تكون خدامه وما نقدرش ما انا ما يمكنش ليا مرات تكون خدامه. لينا فرد ما خدامه شادي دارهم لاباس عليهم بزاف اكثر منك. لاباس عليهم تماما ما نتزوجش من عندهم. علاش؟ خاص يكون انا هو الراجل وانا تكون هذه السلطه. الرجوله. اه الرجوله. الرجوله هي الفلوس. الرجوله هي هي الكلمه هي الدراع ديال الفلوس. لا هذا اللي يكون هشمات وعدو الفلوس. الاحترام ديالنا بيناتنا صافي. علاش الا كانت كتخلص حسن منك ما يكونش احترام بيناتكم؟ لا لا ماشي ماشي زعما باش سميتو. حنا كنا كنرعوا الصالح ودغنا في الاحترام. اش كتسنى؟ ياخذ الميكرو. تابلت تصور. مجوج ولا مازال؟ لا. مجوج ولا مازال؟ مازال. قولي يا خويا جاتك شي مرة دابا كتخلص حسن منك وبغات تزوج بك تقولها اه ولا لا؟ ايه باقي كاع ما كملت. هي لا جيب دابا شي وحده فنه غزاله زوينه ظريفه وكتخلص حسن منك والو؟ لا تقولها لا؟ لا قولها لا؟ لا. الرجوله ما كتباع ما كتشرى صافي. وهي هذيك دوك الفلوس ماشي هما الرجوله، هي عندها الفلوس وانت عندك الرجوله مزيانه. لا لا ما عاد ما دير الفلوس خاصها انا نقدر نصورها 50 درهم نعيش بها مرتاح، ما تكونش هي تاخذ زوج ما بغات تمشي تجي ما تجي ما يمكنش. تحكم فيك هاني؟ لا تحكم فيا لا. تحكم فيا لا. ما تحكمش فيك، تعطيك الفلوس وما تحكمش فيك. ايه ايه عطيها الفلوس. شي كيقول لا شي كيقول ايه. اصبر. لا صافي. لا وصافي. شي وحده تجي عندك دابا لاباس عليها عندها الشركه وبغات تزوج بك تقولها لا؟ لا لا على قد الطعام تزوج بها على قد الطعام. على قد على قد يدك نتايا. تقول لها سيري سيري جي جي طلعي طلعي نزلي نزلي صافي داكشي اللي كاين. دا الاراضي الشريك يكون عندها الباطوات في البحر. بيناتنا شي وحده عندها باطو في البحر وجات باغا تزوج بك تقول لها لا؟ لا ما نتزوجش فيها. تقول لها لا؟ لا 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 ما نتزوجش فيها. تقول شكل هذه ماشي رجوله ودي. مشكل ماشي مشكل والله ما مشكل. الله يجيب لك شي بنت الناس عندها طياره. ما كرهتهاش. ما كرهتهاش. ما كرهتيهاش. انا ما كرهتوش.